بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، أقسام هي شعبة الرياضيات، تقني رياضي وعلوم تجريبية. أقدم لكم الأعداد المركبة، التحويلات النقطية. نتبعوا مليح تمرين آخر. إذن قرأوا مليح النص. احسب إكس وإيكراك بدلات إكس وإيكراك، ها؟ إذن الزاد هذا هو إكس كبيرة زائد إي إيكراك كبيرة. إذن الزاد صغيرة يا إكس زائد إي إيكراك. الزاد بار معناه مرافق هو إكس ناقص إي إيكراك. ما عليا إلا نكتب زاد كبيرة اثنين زائد زاد بار على واحد زائد زاد بار. هذه معرفة إذا كان زاد يختلف على ناقص واحد. المهمة إذن نعودوا جران زاد وشني اثنين زائد إكس ناقص إي إيكراك، ولا هنا واحد زائد إكس ناقص إي إيكراك. نكتبها كذلك اثنين زائد إكس ناقص إي إيكراك، ولا هنا واحد زائد إكس ناقص إي إيكراك. نضرب في المرافق، المرافق لهذا هو زائد اي كراك واحد زائد اكس زائد اي كراك. الضرب ضرب جرونت اكس هي اثنين اكس اثنين زائد اثنين اكس زائد اثنين اي كراك زائد اكس زائد اكس مربع زائد اي اكس كراك ناقص اي كراك ناقص اي اكس يغراك لنا زائد يغراك مربع على واحد زائد اكس مربع زائد يغراك مربع. هذه الحالة اللي رانا فيها. نبدأ زاد إذن تساوي لهنا إي كراك وإي كراك لهنا إكس مربع زايد إي كراك مربع إي كراك مربع اثنين إكس زايد إكس ثلاثة إكس زايد اثنين زائد لنا اكس كراك اكس كراك يروح لهنا اثنين اي كراك اثنين اي كراك زائد اي كراك زائد اي كراك. واحد اكس مربع إذن زاد كبيرة هي إكس مربع زائد إي كراك مربع زائد ثلاثة إكس
زائد 2 على 1 زائد إكس مربع زائد إيكغيك زائد إي إيكغيك واحد إي إكس مربع زائد هذه نسميها جرانت إكس وهذه نسميها جرانت إيكغيك. إذن إكس هي إكس مربع زائد إيكغيك مربع زائد 3 إكس زائد 2 على 1 زائد إكس مربع زائد إيكغيك مربع. جرانت إيكغيك هي إيكغيك السؤال الثاني الأول السؤال الثاني وش مدنا إذا كانت زد زد حقيقية إذا كانت زد معناه الجزء التخيلي إيكغيك تساوي صفر أي إيكغيك صغيرة تساوي صفر معناه مجموعة النقط هي المحور تفاصيل فواصل باستثناء ب ناقص واحد صفر لأن زد تختلف ناقص واحد ثلاثة إذا كنت جران زد تخيلي تخيل فإن إكس جزرو أي نحول هذه نحول هذه جهة أخرى تمنى إكس مربع
زائد 3x زائد 9 على 4 ناقص 9 على 4 زائد 2 يساوي 0. معناها x زائد 3 على 2 مربع ناقص 1 على 4 تساوي 0. أي زايد هنا أي إكس 3 على 2 زايد إيجراك على 2 تساوي 1 على 2 مربع. لهنا عندنا معادلة مجموعة هي دائرة مركزها أوميجا ناقص 3 هذاك و 0 ونصف قطرها واحد على 2 باستثناء ب ناقص 1 0 وانتهينا من هذه الدائرة من الشكل هذه شكل إكس ناقص إكس صفر مربع زائد إيكغراك ناقص إيكغراك صفر تساوي آر مربع. والسلام عليكم ورحمة الله.